فاجعة بكل المقاييس وحريق مدمر، حول الفرح إلى حزن والعرس إلى مأتم وعزاء، وزفت العروس إلى حمل عشرات الموتى إلى المقابر. من ساعات مضت حدث حريق مهول في العراق، محافظة الحمدانية بنينوى شمال العراق. الحريق حدث في قاعة أفراح، مات في الحريق ده قرابة 120 ضحية، وقيل العدد أكبر من كده، كل ده غير المصابين. بدأ الحريق بسبب المفرقعات النارية التي تستخدم في الأفراح في مثل هذه القاعات، وفي لحظة اشتعل سقف القاعة ونزل منه قطع نار على المعازيم. هرب اللي هرب، والباقي ردت فعله كانت بطيئة جدا. العدد الأكبر عجز عن الهروب فمات تحت الأنقاض وبحريق النيران. الناس واقفة والنار نازلة من السقف، محدش اتحرك. الصدمة شلت تفكيرهم وجوارحهم، والبعض فكر انه ممكن يكون شو بيقدمه صاحب القاعة. كان المفترض الناس كلها تجري مباشرة مع أول شرارة حصلت، لكن للأسف وقفوا بعض الوقت قبل زيادة النار، ثم بدأ الجري، فكان عدد الضحايا كتير جدا، لسيما إن باب الطوارئ كان مقفول وما كانش فيه إلا باب واحد بس للخروج، فكان عدد الضحايا بالعدد اللي انتوا سمعتوه ده. سبحان ربي، في لحظة واحدة بس يتحول من فرح وضحك لموت وحريق وهدم، وكأني بقول الله سبحانه وتعالى: وأنه هو أضحك وأبكى. في لحظة بس العريس فقد كل أهله ولم ينجو منهم أحد، وكان هو الناجي الوحيد، واتقال إن والدته النار أكلتها تماما لدرجة التفحم. مشهد جلل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من فواجع الأقدار. مشهد العريس فعلا صعب جدا، صعب إن أي كلام يقدر يوصفه. ربنا يربط على قلبه يا رب العالمين. ده مشهد إنساني لا علاقة له بدين ولا بجنسية ولا بقومية، ده مشهد يضعف أمامه أي إنسان وينحني لله شكر على نعمة المعافاة. وكما حدث عندهم أول أمس هذا المشهد الذي خلف هذا العدد، كذلك حدث بالأمس انفجار في باكستان راح ضحيته من المسلمين عشرات القتلى ومئات المصابين. نسأل الله عز وجل أن يرحمهم برحمته الواسعة، وأن يشفي مرضاهم، وأن يربط على قلوب ذويهم. أحداث قتل وتفجير وزلازل وأعاصير متقربة جدا وليست عنا ببعيد، فلعلنا نعتبر فالسعيد من وعظ بغيره. أما العجيب في حدث الفرح ده، إن واحد من النصارى وهو بيحتضر كان بيقرأ آية الكرسي. اسمع كده: إلا بما شاء وسعني كرسي والسماوات وحلي والعظيم سماواتي والأرض سماواتي والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. مشهد يقشعر له البدن. الإنسان وقت فقدان الوعي والعقل، الفطرة اللي بتتحدث وبترجع لأصلها، وربما يكون الشخص ده أسلم في الخفاء، أو ربما يكون أسلم قبيل وفاته بقليل. فنسأل الله عز وجل له السلامة من نار الآخرة، وأن يكون قد نجاه الله منها بإسلامه. البعض ممكن يسأل: هل يجوز لنا أننا نشمت في مصابهم؟ والرد: لا طبعا، ديننا ما علمناش كده، لسيما مع ناس ليسوا محاربين لديننا. وتخيل كده لو النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضر المشهد ده، هل كان ممكن صلى الله عليه وسلم يشمت فيهم؟ طبعا وبدون تفكير لا، ومن المستحيل انه يشمت في مصاب مثل هذا، وليس هذا من اخلاقه صلى الله عليه وسلم ولا من اخلاق صحابته الكرام رضوان الله عليهم اجمعين. ونحن على نهجه صلى الله عليه وسلم نسير، ولن نسمح لانفسنا ان نقع في هذه النقيصة، ولن ننجر الى مثل افعال كثير من النصارى الذين شمتوا في مصائب وقعت لمسلمين.
وأقرب مثال لده شماتة المنصرة الخبيثة ماجي غوزان اللي شمتت في أطفال حفظة القرآن الكريم في الحادثة الشهيرة اللي غرق فيها بعض الأطفال بعد عودتهم من حفلة تكريم القرآن. زمان قبل يومين 16 جولاي 2022، المكان مصر، محافظة الدقهلي. الحادثة باختصار انه فائت مصر على فاجعة عظيمة. باص محمل 30 طفل رايح من محافظة لمحافظة، غرق الباص بترعة اسمها ترعة السلام وغرقوا الأطفال. توفوا 4 أطفال و11 بحالة حرجة بالمستشفى، والشعب المصري بأكمله حزين جدا على هالأطفال، والمسلمين ما عم يقدروا يخبوا مفاجأتهم، لأنه الأطفال مو أطفال مدرسة أو أطفال رايحين رحلة. الأطفال هن من حافظة القرآن، كانوا موجودين بتكريم لألون، عم يتكرموا. كلنا منعرف أنه من قديم الزمن وعد الرب الإله شعبه أنه اللي بيحفظ شريعته وصاياه، وعود كتيرة منا طول الأيام، منا الشبع، منا الخيرات لإله ولنسله، بركات طول عمر. طب كيف أطفال بيحفظوا قرآن المفروض هو كلام الله؟ بيقوموا بيتكافئوا إنهم يموتوا غرق. هلكوا، هذا هلاك، ما في مستجيب للمرة الألف بسألة ورح ضل أسألة لتصحوا. خرجت المجرمة دي وقالت إن إله المسلمين لم يكن موجود لينقذ الأطفال، والرد عليها بنفس سؤالها: هل أنقذ إلهك الضحايا من حادث الحريق في العراق؟ نحن والله لا نشمت، ولكن بنرد عليها بنفس منطقها وبنذكرها بموقفها، وبنذكر الكنيسة وكل النصارى بوحدة منهم شمتت في أطفال صغار. هل تعلمون معنى كلمة أطفال يا نصارى العالم ومصر والعراق خصوصا؟ لو كنتم ترفضون هذا التصرف الخبيث لسمعنا منكم كلمة رفض من الكنيسة أو من الفاتيكان، لكن ده ما حصلش، وما سمعناش منكم إلا الصمت المريب وكأنه موافقة ضمن منكم على كلامها. نحن هنا لا نمن على النصارى بالتعاطف والعزاء، بل بالفعل وحقيقة نحن نشارككم الحزن على ما حدث. وهكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم لما مر بجنازة يهودي أمامه وقف لها صلى الله عليه وسلم، فقيل له: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. فقال صلى الله عليه وسلم: أليست نفسا؟ فلتسمعوا يا دعاة الإنسانية في العالم أجمع. ولما مر بجنازة نصراني حزن صلى الله عليه وسلم وقال: نفس تفلتت مني إلى النار. من رحمته صلى الله عليه وسلم أنه يحب الخير للبشرية كلها، فهو رحمة للعالمين بنص كلام رب العالمين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويتمنى أن يدخل الناس جميعا الجنة ويسلموا لله رب العالمين. الموقف هنا بيعلمنا وبيعلم نصارى العالم أنهم يرفضوا الأصوات اللي بتخرج منهم وبتشمت في مصاب المسلمين، مثل ما شمت كثير منهم في ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا. لكن بنحذر نفسنا ومن يسمعنا ألا ننحدر إلى مثل أخلاقهم، ونطلب من عقلاء النصارى محاصرة هذه الأصوات التي تشعل نار الفتن بيننا. كما ننصح الجميع بمساعدتهم في مصابهم بأي وسيلة ممكنة، فاليوم عندهم وغدا الله أعلم أين يكون المصاب والحادث. ونحن في النهاية بشر، يرحم بعضنا بعضا، ونتمنى السلامة للجميع ونأخذ العظة مما حدث، وكل واحد فينا يصلح نفسه ويقومها ويجبر ما قصر فيه، فلا يدري أين يأتيه الموت وهو بكامل قوته وصحته وفي أبهى صورة وفي أكمل زينة وفي أشد أوقات فرحه. فلا تدري نفس بأي أرض تموت، فالأحداث تتسارع، فبادر وسارع بالتوبة والرجوع إلى الله. وأخيرا، كم من حادثة حصلت في فرح، سواء في قاعة الأفراح أو أثناء زفة العريس بالسيارات أو على المسرح أثناء الرأس، وتحول من عرس إلى مأتم. ولكن هل يتساوى من مات وقد أقام فرحه بآلات اللهو والاختلاط والرقص وشرب ما حرم الله، وبين من مات وقد أقام فرحه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وختم له بالطاعة وبأن أدى شكر نعمة الله عليه؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فاعتبر بغيرك قبل أن تكون لغيرك عبرة. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.